طيب خلينا اكلمك على لاعب بقى مميز، وبنتمنى ان شاء الله ان هو يتألق بشكل كبير مع النادي الاهلي. احنا محتاجين فيرود، وفيرود يكون هداف، وده اللي بينقصنا في الفتره اللي فاتت. ولما ابتدينا نشوف فيرود هداف زي كوليبالي، طبعا دماغه راحت منه في حته تانية خالص وساب النادي الاهلي. فبالتالي انت محتاج حته الفيرود هداف، مع طبعا تألق عمرو جمال في الفتره السابقه، وجود عماد متعب بالشكل اللي احنا بنشوفه ان شاء الله، وانه يبقى موجود ايضا بيتألق بشكل كبير. اعتقد ان وليد ازارو من اللاعبين المميزين انضموا للنادي الاهلي. انا هكلمك طبعا على اللاعبين الاخرين، سواء بقى اسلام محارب او عمرو بركات، بنشوف ازاي في مباريات البطوله العربيه وليد ازارو تألق. وليد ازارو شايفه مكسب كبير جدا، يعني في اول مباراتين مؤشراته، يعني احنا بنتكلم كمؤشرات مش بنحكم عليه بصفه نهائيه. طبعا لعيب مميز جدا، اولا لعيب مشاكس جدا، لعيب ريزل على اي خط دفاع، يعني بيعرف ازاي يجيب الفاول منهم، يعرف ان هو ازاي يعصبهم. طبعا اللي هو اللاعب المغربي اللي هو العربي، يعني المغرب العربي، تحس ان هم ايه، يعني بيعرف ازاي يلبسهم اخطاء، يعرف ازاي يجيب منهم فاولات. ده لعيب ذكي جدا. غير كده ان هو لعيب محطه مميز جدا في التحرك على الاطراف. وليد ازارو بيفكرني كده بكابتن خالد بيبو كده في التحرك على الاطراف لما كان بياخد الكوره. ده مش مفروض، يعني انا بشوف، يعني انا لاحظت ان هو بيروح ناحيه اليمين كتير. وانت في حد ذاته انت مش محتاج، انت عندك مؤمن، عندك ناحيه بس هو يعني عندك وليد سليمان، عندك هو عنده المستين. هو ميزه ازارو عايز واحد جوه ال 18، بس انت برضه محتاج حد. ميزه ازارو ان هو بيستلم تحت ضغط جميل، هو عنده الاستلام ده، يحط الكره تحت ضغط، يعني مهما انت اديته الكره صعبه بيعرف يحط الكره تحت رجله ويلف بالمدافع. وبعدين ان البعض كان في الاول بيقول لك وليد ازارو على الارض كورته ضعيفه، لا، وليد ازارو باين جدا ان هو مهاري جدا، يعني ده هي ميزته اصلا على الارض اكتر كمان. بالظبط، انت بتستلم كويس، بتلف كويس، ما بتحب تلف او يبقى وشك في لقطه كمان، يعني في لقطه ذكيه جدا كانت في الدقيقه اللي هي في الدقيقه 64 يا جماعه، يا ريت لو نجيبها، يعني بتدل ازاي ان هو اللعيب مكار. يعني هي دي تقريبا، هي دي اللي هي كانت، ايوه هي الكره دي. بص حضرتك وليد ازارو عمل ايه على قدام حارس المرمى، يعني وجا راح اللي هو توفيق عدادي لاعب نصر حسين ضاي، راح جاي ضارب وليد ازارو لان هو كان سادد زاويه الرؤيه على الحارس. تمام، فده يعني بتدل ان هو لاعب مشاكس فعلا، بيعرف ان هو ايه ينرفزهم، بيعرف ان يعني في كره زي دي كان ممكن جدا لاعب نصر حسين ضاي ياخد طرد، كان الماتش اتفتح اكتر وتسهل اكتر على النادي الاهلي بتحركات وليد ازارو، وطبعا طريقته في التعامل مع المدافعين، يعني بيزهق اي خط دفاع. دي مستم بيجيد جدا التحرك على الاطراف، محطه كويسه جدا. انا كمان شايف ان يعني لما اتفرجت عليه قبل كده ان هو الفينش بتاعه مميز. هو لسه يعني هو لسه حته، هو الوقت عنده انكار ذات، هو لسه طبعا عشان جاي النادي الاهلي جديد فعنده حته الجماعيه بيباظي على طول، لكن انا شايف اما ياخد ماتشات حتبان. ده هو ميزه ازارو اصلا ان هو الفينش بتاعه كمان مميز. حلو، وده اللي انت محتاجه. ده يعني بقى مع المباريات هتبان اكتر. يعني ازارو اصلا اناني، يعني طبعه ان هو ايه ما عندوش حته الجماعيه قوي، لكن هو لما جه النادي الاهلي فطبعا ايه منظومه النادي الاهلي في حته الجماعيه فرضت عليه كده. لكن انا شايف ان وليد ازارو كمان مع المباريات هيجي، يمكن طبعا لو عرضنا ارقامه هنلاقي ان هو عامل لعب 180 دقيقه، دقه تمريراته كانت 73%، راح على الجون اربع محاولات. معاك على الاعراض على الشاشه، بس طبعا دقه محاولاته 25%، فاز بست التحامات هوائيه. الميزه بقى ايه في قطع الكرات، يعني المدافع بيزهق الخصم وبيطبق دايما. كابتن حسام بيعشق المهاجم اللي هو زي مروان محسن كده، اللي هو بيطبق الضغط العالي. ده عند كابتن حسام يعني تلاقيه رقم واحد دايما، اللي هو بيطبق له الضغط العالي مع مثلا اللي بيجي من تحت عبد الله السعيد او صالح جمعه. يعني قاطع الكوره 8 مرات منهم كام تاكلينج صحيح؟ 3 تاكلينج صحيح. عدد المراوغات الناجحه بتاعته قد ايه؟ 5 في مباراتين. فده بيأكد ان اللاعب كورته على الارض حلوه، لاعب مهاري بيعرف يفوت في موقف واحد على واحد. صنع فرصتين، فده بيأكد ان هو جماعيا كويس. تسبب في ركله جزاء طبعا. حصل على كام خطا؟ 8 اخطاء في ماتشين، فده بيأكد ان هو بيعرف يجيب فاولات ازاي، بيعرف يزهق المدافعين صح. فانا شايف ازارو ان شاء الله هيكون مؤشراته بتقول ان هو ان شاء الله مع الانسجام اكتر مع لعيبه النادي الاهلي، وما يرجع كمان خاصه عرضيات علي معلول، وما ترجع عرضيات احمد فتحي الخبرات، هيبان كمان قدرات وليد ازارو في ضربات الراس، لان هو ميزته راس مال وليد ازارو هي ضربات الراس. صحيح. يعني خليني اقول لكم، هو برضه يعني لعيب صغير 21 سنه من مدينه اغادير، يعني اغادير دي مدينه جميله، فيعني الواحد طالع رايق من هناك زي اسكندريه كده، فهو من اللاعبين المميزين. وكنت بتكلم معاه امبارح، هو بيتوقع ان شاء الله يعني التالق مع النادي الاهلي، لان يعني طبعا كلام كتير. النادي الاهلي طبعا مشهور افريقيا خصوصا في الدول شمال افريقيا، فبالتالي هو جاي عنده هدف ان هو يحقق حب جماهير النادي الاهلي. حب جماهير النادي الاهلي ما بيجيش غير باحراز الاهداف باستمرار، يعني طبعا بخصوص وجوده في مركز مهم جدا، هو مركز راس حربه، ودايما الهداف في النادي الاهلي جماهير الاهلي بتحبه بشكل كبير.